هذه هي المرة الأولى التي أستطيع أن أبتسم فيها، فخلال الساعات 24 الماضية كانت صعبة للغاية، وأنا سعيد ومسرور لأننا هنا جميعا نشعر بالأمان بعد أن خرجنا من الخرطوم برحلة طويلة، لكننا أنجزنا هذا الأمر سوية. تعرضنا لبعض عمليات القصف أثناء رحلتنا، لكن إنه لأمر رائع بأننا وصلنا إلى بر الأمان. وخاصة في ظل ظروف القصف، أنني ممتن لكم جميعا لأنكم استطعتم أن تعملوا في ظل تلك الظروف الصعبة ووصلتم إلى هنا آمنين. وأنني ممتن إلى بعض الأشخاص بعينهم الذين تدخلوا عندما كانت الحاجة تقضي بذلك، وقدموا العون الضروري لنا جميعا. ودعوني أقول بعض الكلمات لأفراد محددين دون تسميتهم. شكرا جزيلا لجون من لجنة الإنقاذ الدولية ومن الصليب الأحمر، فقد ساعدنا على الخروج من الخرطوم، وقد قامت بعمل رائع، قام بعمل رائع المادر. فلنشكر كافة هؤلاء الذين سهلوا لنا مسألة وصول إلى هذا المكان الآمن. نشكر كافة السائقين الذين سهلوا تلك المهمة وذللوا كافة الصعاب، ودون جهودهم لما كنا لنصل إلى هنا. ورغم كافة الصعوبات والقيادة لمسافة تزيد عن 900 كيلومتر، استطاعوا أن ينجزوا تلك المهمة. والشكر موصول إلى هؤلاء الذين تدخلوا عندما دعت الحاجة لذلك. وأشكر على وجه التحديد شخصين محددين على تنظيمهما لكافة الأشياء التي كنا نحتاجها أثناء رحلتنا، وعلى تسهيل عملية النقل. مشاهدينا، سنكتفي بهذا القدر. هذا فولكر بيرتس المبعوث الأممي إلى السودان، هو تحدث وشكر خاصة من مكنه من الخروج من الخرطوم. قال بأنه نحن صرنا لمسافة 900 كيلومتر وتمكننا من الوصول إلى منطقة أسماها بالمنطقة الآمنة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.